في تصريح خاص لمركز الاخبار اعلن نائب الرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني بهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه ان لجنه تحكيم جائزه التميز للحكومه الالكترونيه ستعقد اجتماعها الاسبوع المقبل من اجل تقييم المشاركات واعلان موعد حفل التكريم للجائزه التي تقام برعايه كريمه من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء اكثر من 190 مشاركة في جائزة تميز الحكومة الإلكترونية في نسختها العاشرة وطبعا هذه من الأعداد الكبيرة من خلال السنوات السابقة من مختلف القطاعات قطاعات الحكومية وكذا قطاعات الخاص وكذا قطاعات الأفراد. طبعا نفتخر بان جائزه جائزه تميز حكومه الكترونيه رعاها سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه العليا لتقنيه المعلومات والاتصالات وان شاء الله سيعلن عن لجنه تحكيم الجائزه مع بدايه الاسبوع القادم اللي من خبراء في مجال الحكومات الالكترونيه وكذلك تقنيه المعلومات والاتصالات وهي ترأسها خبير دولي في هذا المجال من الدنمارك وهو ممثل حق الامم المتحده وكذلك مختلف الجهات الاخرى التي ستكون جزء من استقلالية تقييم الجائزة في هذه السنة وسيتم الإعلان عن الجائزة بعون الله سبحانه وتعالى في شهر أبريل ومن ثم دعوة الفائزين لاستلام جائزتهم في حفل خاص يرعاهم الشيخ محمد بن مبارك يكرمون على أدائهم وتميزهم في مجال تطوير الأداء الحكومي في عام 2019